يقول السائل: ما حكم التأمين على الأرواح وما حكم أخذه والانتفاع به؟ التأمين حرام بجميع أنواعه، على الأرواح أو على البضائع أو على السيارات. التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولما فيه من القمار، ولما فيه من الربا، ولما فيه من الجهالة والغرر، ولما فيه من الآفات الكثيرة. فلا يجوز للمسلم لا يجوز له أن يؤمن هذه التأمينات، هو في غنى عنها والحمد لله، يتركها وليس بحاجة إليها، وإذا أصابه شيء فإنه يتحمله هو من ماله، ولا يحمله على الناس، يحمل غرامته على الناس ويأكل أموالهم بالباطل. تحمل هو غرامته إذا حصل عليه غرامة. نعم.